ايه هلا تفضلي. حبيبتي، انا سمعت انك تدورين على محل اجار يكون قريب من المدارس. ايه صح، المحل موجود بعمارتي، يمه مدرسة وكلية بعد اذا بغيتي. زين، خوش، وايد زين. حبيبتي تعالي عندي بالبيت وانت فاهم على كل شيء. ما شاء الله تبارك الله، اشوف شارين السوق كله. لا خالتي، تدرين من زمان ما رحنا السوق، قلت يلا اخذ هديل ونروح السوق. الله هديل، يلا ماما امشي فوق اخذ لك. ناصر، فيك شيء؟ لا ماكو شيء. حسون وينه؟ الغرفة كان يلعب يرسم. ماشي، أنا بروح أرسم وياه. لا يا ماما، لا لا، ما يصير كذي. كنك ما فهمتي اللي انا اقصده. انت لازم تفهمين مع منو قاعده تلعبين. انت لازم تحمدين ربك وتشكرين على اللي سويتي، اني بس حلقت شعرك. المفروض اسوي فيك اكثر من كذي. شفتي صورك هذه؟ ترى كلها انزلها انستغرام ورا بعض. شوفي فهمني، انت مو قلت انك بتقول حق امك؟ انا الصراحه وحده قاعده اتصرف على اساس ان سفرتنا عقب باكر، والصراحه السوق ورحت خلصته، الجناط وسكرتهم، وانت حتى للحين ما قلت حق امك؟ صبري صبري علي. اقول لك سفرتنا عقب باكر تقول لي صبري علي؟ بالله هذا شنو معناته؟ لا لا لا، انا من صوبي ما حكي، ولا راح يبطاري بالديوان ولا حق اي احد. واذا طلعت كلمه مني ولا مني منك، انا ما حكي. يبا ما اقدر اطلع، ما اقدر اروح مكان، حابسه نفسي هني بالغرفه. انت شايف شعري مو راضي يطول. يبا شو اسوي؟ ان شاء الله الشعر ما يطول بيوم وليله يا ابوك. وراك انت ان شاء الله. يبا انا قد بشوف لي دكتور يعطيني كريمات، حبوب، ادويه، اي شيء، بس المهم ان شعري يرد نفس قبل. انت ما تصيح على وجهك هايت من ديره لديره وما تدري عن امك؟ اقول لك مسكره تليفونها وما ترد على احد. والله عيب اللي سويناه مع الوالده. احنا لازم نروح لها كلنا ونعتذر منها. اي انا باكر بروح لها الدوام وبشوف وين تروح. موضوعك بسيط والادويه موجوده، بس الاهم من هذا، تتوقعين ان شعرك يستحق كل هالاهتمام؟ انا ما بقلل من حزنك على شعرك، بس في وايد اشياء بحياتنا نعطيها اكبر من حجمها. يما ان شاء الله احنا مسافرين عقب باكر، يما ترى احنا حاجزين من قبل ومخلصين امورنا كلها، ولما نيتيني انت بالليل ما عرفت اقول لك. والمشكله ان انا ما اقدر اخليك تقعدين بالبيت، لان حتى الخدامه حاجزين لها وبتي ويانا. يما عشان كذي انا دقيت حق ندى وهي بتي تاخذك. ما بي تنظيف اليوم، نو كلين. زين زين زين. ول هذا انت؟ يما ليش قاعد تهربين منه؟ وحتى تليفونك مسكرته، وبالدوام رافضه تشوفينا. يما كلنا زعلانين من اللي صار، بس ما قولت تخلينا وتروحين الفندق، هذا مو حل. خلاص خلصتوا؟ الحين اقول لك يا بنت بطني،
الأوتيل هذا يمكن ياخذ نص راتبي، بس أحسن مليون مرة من إني أعيش عندكم مذلولة ومهانة. إيما ما عاش من خلاص أنت اسكت، شب ولا كلمة. أنت بالذات اسكت، لو فيكم خير ما وصلتوني لهالمواصيل. بس أنا اللي غلط وخليتكم تبيعون بيت أبوكم، الغلط مو منكم. يما عبد الله قال لنا باللي صار، كلنا زعلانين على شذا، بس عبد الله كان مضطر، وهو قال لنا ايش تقعدين عندي بس شهر وبعدين تردين له. بذمتكم هذه حاله؟ الكلام الحين ما منه فايده، وانا لا يمكن اعيش مع واحد منكم. اي اما بس ما يصير انت خلاص. انتوا الحين عرفتوا مكاني، يلا توكلوا على الله وروحوا وعيشوا حياتكم. يلا سمعيني يلا 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 خلاص يلا دقيقة بس يلا خلاص يلا توكلوا على الله يلا يما يلا خلاص خلاص يلا. هلا فواز. هلا بدرية. مبارك ترى طاع غشام بالمدرسة ويبت المستشفى، بس حبيت أقول لك. شنو؟ لا تحاتين لا تحاتين، ترى دخلوه إحنا نسوي له بس تحاليل وفحوصات، إن شاء الله ما في إلا الخير. وأي مستشفى أنتو؟ زين كان جاية. روان لحظة وين رايحة حبيبتي؟ مبارك طاح بالمستشفى وأنا رايحة أدق عليه فواز. فواز دق عليك؟ إيه. وش فيك؟ شو تحس فيه؟ طلعت تحاليله؟ لا للحين ما طلعت. شنو يعورك حبيبي انت؟ ان شاء الله الحين يجي الدكتور يطمنا، ما فيك الا العافيه يما. حبيبي بسم الله عليك.
السلام عليكم. عليكم السلام. هلا حسوني، هلا بالحبيب. كفك كفك جيمي فايف. ايوه يا بطل، شنو سبب هالزياره الجميله؟ بس مو عندكم اكل ولا ما تبي تاكلنا؟ بس بس انا قلت يمكن يعني مشتاقت لي ولا شيء. طوان اعيد وزيد، انا ماني ناصر القديم، واتوقع استاهل منك فرصه ثانيه. خلاص يعني صافي يا لبن. قشطه يا عسى. حياك نورتي. تم انا ورا المكان. هذه الطاوله لكم. تعالي حسوني قاعد هني. برافو، نور المطعم، نور. برافو، حياك. تفضلي. وهذا المنيو، هذا المنيو. شوفي انا اتوقع اليوم لازم تجربين هذا. ها، على ذوقي؟ على ذوقك. تامرين امر، تامرين امر يمه في الدول. دقايق والطلب يكون عندكم. دقي على ابوك شوفي ليش ما يرد عليه، ليش تاخر له الحزه. دقي عليه. وليش تبين اليوم بالذات ما يتاخر؟ لا تخافين، انا قلت له اذا طلعت نتيجه التحاليل خي دق علي. اكيد للحين ما طلعت، لا تحاتين. بس بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام. كيفكم؟ دكتور شو اخبارك؟ كيفك مبارك؟ مع البكشار. دكتور انا امه، ولدي ايش فيه؟ لا ان شاء الله الحمد لله، تحاليل طلعت تحاليل طبيعيه ما فيها شيء ابدا، ما عدا في اختلافات بمستويات الهيموغلوبين. من الواضح كانت سبب الدوخه اللي صابته. يعني هذا شيء خطر دكتور ولا شنو؟ ابدا لا ما في شيء خطر على حياه مبارك ان شاء الله، هو مو مريض هو اوريدي يعني. بس بحاجه تغذيه لانه عنده فقر دم حاد، بحاجه تغذيه ومتابعه. وانا اوريدي كتبت له على ابر حديد، ان شاء الله اذا تابع عليها حيرجع مثل اول واحسن ان شاء الله. لا تخاف يعني، الامور كلها بالسليم حبيبي. دكتور مشكور. لا ولا يهمك، الله يسلمك. مشكور حبيبي. عطني الوصفه لان مبارك يتم عندي بالبيت. عاد انت لا تحطين ببالك ان انا مقصر على عيالي، ترى انا مسوي اللي علي وزياده. بس تدري من مات مشاري وانا فواز تعبت، وانا اتكلم واقول لك عطني العيال، انت معاند ومعي ما ادري ليش. والحين معاند بزياده، وعيالي راح يتمون عندي. عارفين ليش؟ لانك اخف وحده في العالم. تعال شوي بك. ايش فيك؟ تبي تفتح السوالف قدام الياهل؟ ينيت؟ انا ينيت ولا انت اللي ينيتي؟ قاعد تلوميني بموتة مشاري وطيحة مبارك؟ لومي نفسك انتي. لعبت عليك غصون وقصت عليك يا الهبلة ان هي شاهين وماكو شيء اسمه شاهين. انت ايش قاعد تقول؟ غصون شك بشاهين؟ ماكو شيء اسمه شاهين. انا رحت المخفر، المخفر عطاني اللوكيشن اللي كانت تندز منه الرسايل. كانت الرسائل يا عندك بالوزاره تندز، يا بيت غصون، يا الهبله، يا الصيده. لا انت كلامك في شيء غلط، انا ما فهمت شلون غصون. انا واجهت غصون وغصون قالت لي كل شيء واعترفت. عرفتي؟ يعني انت شلون اخذتها؟ شلون اخذتها وهي مخربه بيتك ومدمره حياتك؟ انت شلون اخذتها؟ تبيني اسوي؟ ايش تبين اسوي لك؟ يستحمل ريال عنده ثلاث عيال شاقين القاع وطالعين منو؟ وامهم تمشي وتحب مثل الريشه، اخف منهم ما في. برسائل حبيتي شاهين، برساله. بعدين خالد يومين توظف بالوزاره تحبينه، طيح الله حظك. خلاص
خلاص سكري هالمواضيع الحين، مو وقته. مو وقته، اوكي؟ مبارك موجود تقدرين تاخذينه. خلي عندك اسبوع اسبوعين مو مهم. بس ديري بالك على الولد. اوكي؟ عن ابنك. مبارك يبا زين، لا تحاتينه، بيطلع ان شاء الله من المستشفى ويروح حق امه، يقعد اسبوع ولا اسبوعين ويرجع ان شاء الله. خلاص قررت ترجع عيالك حق هالخاينه؟ انا بعرف انت مزيت احسر من نفسك. عيب عليك وانت تحترمي نفسك، فاهمه؟ بس عاد خلاص، بس ترى اللي فيني مكفيني. الولد تعبان وفي فقر دم، راح حق امه عشان تطبخ له وتغذيه. خونتي الحمد لله والشكر، لا طباخ ولا قال الله. يه تعالي تدري ان انا مستانسة عشان تبي تنام عندي؟ وانا بعد. مبارك انت تحبني؟ اي وايد. لا ما ظنيتي تحبني. والله احبك. انت لو تحبني كان ما تخش عني اشياء وايد. ما اخش عنك شيء. انت تدري ليش اليوم طحت بالمدرسة؟ يمكن اني ما اكل عدل. مو بس عشان كذي، عشان انت خاش داخلك اشياء وايد ومو قايلها حق احد. لو تقولها حق احد راح تصير زين. ومنو اكثر احد بالدنيا يخاف عليك غير امك؟ صح؟ صح يما. انزين يلا قولي، انت من موتة تمشاري وانا احسك خاش شيء عني. قول حبيبي لا تخاف. وعد ما تقول حق احد؟ وعد يما، ما اقول حق احد. ولا حق الشرطه؟ لا يما، ولا حق الشرطه. مشاري مات بسبتي. لا حول ولا قوه الا بالله. خالتي غصون قالت لي افتح الدريشه، وانا قلت لها لا ما يصير، انا يمكن مشاري طيح منها. وبعدين عصبت علي وانا فتحت الدريشه.
يعني غصوني هي السبب موتة مشاري؟ لا أنا، لأن بصماتي بالدريشة. بصمات؟ إيه خالتي غصون لما طاح مشاري مسكتني وقالت لي إذا قلت حق أحد راح تقول حق الشرطة وشوفهم بصماتي بالدريشة. لا يما، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله عليك يا غصون. أما أنت زعلانة مني؟ لا يما، لا يما، أنت مالك ذنب. الذنب ذنبي أنا يما. خلاص أنا أسوي الريوق. أنا ما راح أتأخر. نعم. بس استأذن برد البيت. ليش؟ مبارك تعبان ولازم اهتم فيه. روحي. على ابتسام. عفوا بس خاف اني ما اخذتك من شغلك ولا ما عطلتك. لا ابدا، انا تو طالع من العياده وتعالي، بغيت اقول اشترى انت باكر معزومه. اوكي وين؟ والله باكر الوالده عندها محاضره وبغيت تجين معي. ابي اروح بروحي، منها تثقفين ومنها تعرفين عن الوالده مره واحده. ايه بس لا يكون ما تبي تطلعين عشان شعرك. والله ما ادري ايش اقول لك، بس هذا اللي حاصل. من وقتها انا ما اطلع من البيت الا للضروره. ابتسام تصرفي، وترى امي وايد تهتم بعمليات التجميل، واحتمال تطلعين بعمليه او عمليتين من وراها. ايه ضمها كذي واحكر لك يوب بهامك. يلا. اه الظاهر تبيني اجيب لك بلاي ستيشن. لا مبارك ما يبي بلاي ستيشن، مبارك يبي جاب الماما. صح؟ صح. عفية على الشيخ. اقول فواز بس بغيتك بكلمه كذي برا. هي مو مشكله ان شاء الله. هاكي با شوي ويك انا. ها حبيبي انت اشرب العصير كله. ها سام ماني مطولة عليك، زين شويه وني لك. زين حبيبي. ابوس ايدك، ابوس ايدك، ردني الله يخليك. ايش قاعد تقولين انت؟ ايش قاعد تخربطي؟ فواز انا كل يوم قاعد اخسر اكثر من اليوم اللي قبله. بالاول خسرتك، تالي خسرت مشاري، ما ابي اخسر بعد عيالي. الله يخليك ردني. انت مو الحين بالعده؟ لا انا خلصت العده من يومين. زين شو المطلوب الحين؟ ابيك تردني. انا ما ابي شيء. أنا موافقة على كل شروطك، ما بيطلع ولا إنترنت ولا دوام ولا سيارة ولا شيء، أبي أكون بس بين عيالي. الله يخليك. هذا كول كان يهمني إني أردك وأحط عليك هالشروط، بس أنتي طحتي من عيني. معك حق، أنا غلطانة، بس أنا راح أموت إذا ما صلحت الغلط هذا. تكفر فواز ردني. مستحيل. أنت شلون تبيني أنسى إن أنا ما كنت مالي عينك؟ إنك كنتي تبين أي ريال مكاني. لا حشا حشا والله لا، ما نبي نتكلم باللي فات فواز، نبي نفتح صفحة جديدة. شلون يعني؟ يعني أبيك تردني إن شاء الله خادمة حق عيالي. أنا ما أبي شيء. وتهدين شغلك؟ موافقة
مو بس شغله يهدد الدنيا كلها عشان عيالي. إذا كذي أوكي، بس تتردين أم حق عيالك بس. أنا زوجتي غصون. موافقة. أوكي. ناصر ايش فيك؟ صاير ليش راخذ اغراضك وين رايح؟ انا تسلفت فلوس ولازم اسافر عشان القضيه. شنو صار شيء جديد معك؟ اي يا بنات، انتوا الحين من صدقكم تضيعون كل هالجهد والفلوس على عمليات وما اعرف ايش بس عشان تكونون حلوين امام الرجال؟ على فكره هو لو راح الحلاق مره بالشهر يكون سوى انجاز. يا جماعه لا تضحكون العالم علينا. سؤال، انت بتشوفين نفسك كم مره باليوم؟ 10 دقائق؟ ساعة مثلاً؟ زين؟ الآخرين هم اللي بيقعدون يطالعونك باقي اليوم، معناته أنت قاعدة تتجملين لهم، معناته أنت قاعدة تشترين رضاهم وبس. زين؟ مثلاً أنا بسوي خشمي وبقطع منه وبلاقي صعوبات بالتنفس، كل هذا بس عشان يقولون عني واو حلوة؟ السؤال الحقيقي، انتي ليش تبين تكونين جميلة؟ تدرون بأن أزواج الجميلات هم أكثر الرجال خيانة؟ لا تستغربون، روحوا تابعوا لقاءات الفنانات أكثرهم جمال، هم أكثر من تعرضوا للخيانة. تتوقعون ليش؟ لأن بجمالهم ودلعهم ما دروا بأنهم لن يجذبوا إلا الرجال السطحيين، بالتالي هي قاعدة تتجمل عشان تحصل على الرجل السطحي اللي أهم شيء عنده الجمال الخارجي، وبالتالي أيضاً لو لقى أجمل أو أقل جمال بس مغايرة لنفس نوع جمالها شيء طبيعي بيروح وراها، وبعدها تشتكي بأن عيونه زايغة. ما أنتي أساساً اللي جذبتي هذا النوع من الرجال. صدقوني أكثر الزواجات استقرار ونجاح رجل أعجب بقلب بنت وروحها وتزوجها، بعد كذي زانت ولا شانت، اسمنت ولا ضعفت، مو مهم. تدرون ليش؟ لأن حب شيء ثاني. يا جماعة الرجل يحب الابتسامة العفوية أهم من مليون برطم طالع متر قدام. ريايل المحترمة ما تختار على مقاسات الجسم، وإن لفتت أنظارها هذه الأمور، ولكن ما راح تكون المقياس لشريكة حياته. ليش قاعدين تركزون بالجمال؟ الرجل ممكن تجذبه بنت خفيفة الدم ومريحة وحركية، وممكن يبيها ذكية وطموحة وعندها خطط لبعيد،
وممكن أيضاً يبيها بيتوتية وتجمل بيتها، وممكن تجذب بنت بأخلاقها وطريقتها بالتعامل مع الناس، ويمكن 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 مليون شيء أهم من برطمتش وكشتتش وحواجبتش. يا جماعة، ربنا سبحانه له حكمة بأن يخلقنا ناقصين، ماكو جمال تام. وغلط، وأكبر غلط أن نعيش بهوس التجميل. طبعاً هوس، بدليل أن اللي بيسوي عملية واحدة لا يمكن أن يكتفي بها، لأن مشى في طريق عدم الاقتناع بخلقة الخالق. ساعتها عمره ما راح يرتاح أو يشعر بالرضا. يا جماعة، فكروا لأبعد من وجوهكم وخصوركم، فكروا أنكم تساعدون أحد محتاج يبات كل ليلة يدعي لكم، فكروا بأنكم تسوون إنجاز حقيقي تحسون بعدها بالرضا والطمأنينة، فكروا في أنكم تطورون بنفسكم وتفكيركم وتقييمكم للأمور. ترى سبب هلاك أمتنا بهالزمن هو السطحية والتفاهة. برافو عليك، امتعتي فرحة ولمستي اصل المشكلة. اشكرك اشكرك، هذا من ذوقك ومن ذوقك، يعطيك العافية. يعطيك الف عافية. الله يعافيك يا عمي حبيبتي، حبيبتي وجودكم هو اللي امتعني. انك جبتي لها، شكرا حبيبتي، أثرتي فيني وايد بصراحة، وأتوقع أن كل اللي موجودين أكيد أكيد طبعا أكيد، حتى هم البنات أتوقع أن هالشيء أثر. يا حياة يا حياة حبيبتي، شرف شرف لي أنا، شكرا طبعا أكيد. أهلا أهلا ما تعرف ايش كثر استمتعت، ما شاء الله عليها امك وايد عفويه، يعني الكلام اللي تقوله كذي تحسه يدخل القلب. ايش قلت لي؟ قلت لي بعد ما تطلع من المحاضره بتغيري ماج وبتسوي تجميل. انا وايد اهتم بامي، واكره اي شيء له علاقه بالتصنع والتجميل. وبيني وبينك حالات الانسان يكون على بساطته وطبيعته وروحه الحلوه. اكيد طبعا. ترى وايد حبيت المحاضره. انا بعد حبيتها. باسم، هلا امي حبيبي. ما توقعتك تجي المحاضره. بيني وبينك أنا بغيت ابتسامتي وتسمع محاضرتك، منا تعرفون على بعض زيادة. شيء جميل، يا ترى عجبتك المحاضرة؟ أكيد وايد وايد استمتعت. تبين الصدق؟ من بعد ما عرفت دكتور باسم وبعد ما استمتعت اليوم وسمعت محاضرتك، أحس كذي يعني وايد شغلات تغيرت في حياتي وبتتغير بعد أكثر. يعني كلام جميل. أنتوا ما تقولوا ليش عندكم واقفين؟ ما عندنا شيء نعطينك. يلا أنا عازمتكم. بالمرة تعرف على ابتسام أكثر وأكثر. مشينا؟ يلا. بالمبارك يا أيوة، بالمبارك. عاد إن شاء الله تردون مثل قبل وأحسن. إن شاء الله يبا. مش في هذا؟ كنا مزوجين قصب؟ ما علي يبا، إذا اليوم قصب باكر بيرضى. أنا عاهدت نفسي أكون زوجة زينة حق بيتي وعيالي. بارك الله فيك يا بنيتي، وهذا هو المفروض. يلا توكلنا على الله. يلا. يما وين رايحة؟ بتسافرين؟ يما بالعكس، أنا رادة حق حياتي اللي ما عرفت قيمتها إلا الحين، وما راح أفرط فيها. ما فهمت شيء؟ بعدين تفهم حبيبي. يما تبين اساعدك؟ اي والله حبيبي، جيب لي الجنطه الكبيره اللي هناك. ان شاء الله. خلاص معقوله تستقيلين؟ مقتنعه؟ هذا شرط فواز وانا وافقت. زين زين يما، ما ردك حق بيتك وعيالك، عسى الله يوافقك، بس بصراحة برية وايد بنشتاق لك. حبيبتي، أنا الحين بدش حق غصون عشان أوقع الاستقالة، بس موضوع الزواج بخليه مفاجأة. الله يهديك ويهديها إن شاء الله. كان زين تصوري لنا ردة فعلها
بالفيديو. استقالة مرة واحدة؟ إيه استقالة. شو السبب؟ مو شغلتش. الشؤون الإدارية ورقات عيد.